السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدرس راح يكون مكمل للدرس السابق. الدرس السابق احنا اخذنا عن الـ Local Notification. راح نستخدم بهذا الدرس الـ Firebase Cloud Messaging او Messages Messaging عفوا. تمام، الـ Notification احنا نستفاد من عنده لما يكون عندنا تطبيق وبيجي من عنده Notification. احنا تعلمنا بالدرس السابق كيف نعمل Notification، لكن هذا Notification كان لما نضغط في داخل التطبيق يعطيك نوتيفيكيشن، صح؟ بس احنا اكيد النوتيفيكيشن نستفاد من عنده كثير من تطبيقات لما نعمل تحديث او فد شيء، نبعث للمستخدمين برساله نوتيفيكيشن ننبههم بخبر معين او شيء معين. خصوصا التطبيقات هذه تفيد المواقع الإخبارية لما يعمل حدث معين أو في شيء معين يبعث نوتيفيكيشن، أو مثل الفيسبوك والتويتر لما يبعثون نوتيفيكيشن لنا. طيب خلونا نأخذ فكرة ال Firebase Cloud Messaging. نأخذ هذا copy نعمل install paste enter Ionic Cordova plugin add Cordova plugin FCM. طبعا هذا البلجن موجود على الجيت هاب، بالجيت هاب بيشرح بالتفصيل الممل طريقة استخدامها. تنصيبها يكون بهذا الشكل، ولازم مفروض انه انت تذهب للفايربيز، بالفايربيز تعمل الكونفيجريشن، بعدين تقوم بريسيفينج توكن والى اخره من امور. طيب احنا بعد ما حملنا عملنا اد، مفروض من عندنا نحمل النيتف FCM. هذا البلجن نيتف مقدم من كوردوفا. بعد ذلك نشوف انه هذا يدعم الاندرويد والاي او اس، يعني انت ممكن تطبق هذا المثال على الاندرويد وتطبق هذا المثال على الاي او اس. نجي نعمل امبورت للمكتبة، لا تنسى هنا يذكر انه يجب اضافتها في الاب ماجولز، بمعنى اخر انه نذهب للتطبيق، في التطبيق نذهب للاب ماجول، في الاب ماجول نقوم باضافة الاف سي ام. الاف سي ام يعتبر provider، بمعنى انه لازم بالاسفل ايضا نضيف هنا اف سي ام فارزة. نجي نعمل هنا سيف، نرجع للهوم مرة اخرى. طريقة استخدامها ايضا سهل جدا. هنا تحتاج انه انت تعمل لك subscribe to topic والى اخره token بلا 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 بلا. ممكن ناخذ من هذا بهذا المقدار، يعني انه نترك هذا الماركتينج والاسفل هو ماركتينج. ناخذ هذا copy ناخذ هذا كوبي وننزل للاسفل شوي، نعمل هنا مثلا على سبيل المثال فانكشن اسمه فايربيز مسج. طيب هنا نجي نعملنا قوس، نجي نعملنا بيست، هذه الاشياء اللي احنا محتاجينها. طيب ممكن انه هذا اني انشئها، يعني انه اني جاي اكتب هنا ايون فيو ديد لود، هذا الفانكشن اللي هو فكرته عند تشغيلك للصفحة يقوم بتحميل أي شيء موجود في داخله. This dot الفانكشن اللي هو Firebase message. طبعا هنا أيضا إحنا لازم نحمل ال Firebase، نعمل copy import للمكتبة Firebase. لا تنسى أنه في الكونستركتور أيضا نحتاج إلى تعريف للفايربيز. هنا أنا معطي لك private FMC capital، فنقدر هنا نعظم الفارزة ويكون عندنا private FMC. ننزل للأسفل نلاحظ أنه هنا بيظهر باللون الأحمر، ممكن نحذف هذا اللي موجود في داخله، وهنا نضيف كلمة this راح يختفي عندنا الإيرور، بمعنى أنه هذا أيضا ممكن إضافته هنا راح يكون this، هذا أيضا راح يكون this. هذا الرفرش أنا ما محتاجه، فممكن أنه أني أستغني عنه. هذا هو نهاية الفانكشن، صح؟ إذا بهذه الطريقة راح يكون عندنا this.fcm get token then token فراغ. هنا عندنا this fcm on notification، لما يوصل عندك notification المفروض من عندك تعمل subscribe. الداتا اللي موجودة في النوتيفيكيشن اللي إجالك من الفايربيز ماذا تفعل فيها؟ إذا عملنا tab على هذا النوتيفيكيشن مفروض نعمل action معين أو نقوم بأكشن آخر. هذا راح يشتغل خلف الكواليس background، هذا عندما يكون التطبيق مفتوح. ما هي المسج؟ لو جينا هنا عملنا بدل الكونسول على سبيل المثال alert حتى نشوف النتائج، لأن احنا هذا ينفع تشغيلها على الاندرويد والاي او اس، بمعنى لا ينفع تجربتها على المتصفح. فهنا نجي نعملنا alert received in background، معناتها هي was tabbed. هنا أيضا ممكن أنه نعمل واحد آخر، هنا نكتب أيضا alert
نعم لا، هذا راح يظهر في الواجهة الرسومية. نعم لأن أنا سيف، هذه الأشياء أنا أحتاجها. طيب خلونا نشوف ماذا يفعل صاحبنا. كل شيء تمام. طيب نحتاج أنه نذهب أيضا إلى الفايربيز. هنا نكتب فايربيز، نعمل انتر، ندخل على موقع فايربيز بحسابنا طبعا الشخصي. بعد ذلك نذهب للكونسول. في الكونسول نختار أي مشروع من هذه المشاريع اللي احنا عملناها سابقا. تصور في عندنا مشروع اسمه Ionic Cordova أو Ionic Tutorial. أوكي راح اختار هذا المشروع، أو ممكن تعمل أنت مشروعك الخاص. ممكن نجي هنا على هذا العتلة، نضغط على البروجكت Setting. في البروجكت Setting أجي على Add Application. هذا الابلكيشن راح يكون يا اما ويب يا اما اندرويد يا اما اي او اس. اختار اي او اس اذا كنت تشتغل على نظام الاي او اس. احنا في حالتنا في هذا الدرس نمتلك لينكس، واذا كان عندك ويندوز اكيد راح نختار الاندرويد. هنا يحتاج من عندنا نكتب التطبيق اسمه مثلا com.muhammadisa.mynotify. MyNotify هو اسم التطبيق. هنا أنا أجي أعمل كوبي لهذا وأجي أعمل register app. هذا راح يصنع لي التطبيق. هنا يقول لي أنت لازم تعمل download للجوجل services.json. بمعنى آخر أنه أنا لازم أذهب أتوجه فورا إلى الداونلود حتى أشوف. يمكن عندي أنا example سابق كنت عامله هنا أنا. آها لاحظ هذا لو أجي أحذفه أو أضعه في مكان آخر في سبيل أنه overwritten حتى لا يتشابه مع اللي راح اعمله داونلود. تعمل داونلود للجوجل ماينس سيرفيسز دوت جيسون. هذا راح يقوم تحميلها وراح يكون موجود عندك. وين راح يكون موجود عندك؟ في الداونلود. جميل جدا. بعد ذلك ما هي الاشياء المتطلبه؟ كونتينيو فينيش. ممتاز جدا، صار عندنا تطبيق اسمه com.muhammadisa.mynotify. الخطوه القادمه مهمه جدا لعمل هذا التطبيق. لازم تذهب لشيء اسمه config.xml. لازم تغير الID إلى اسم التطبيق اللي انت صنعته اللي هو com.muhammadisa.mynotify. لازم، عدم عمل هذا بمعنى أنه التطبيق لن يعمل. فهنا نجي مثلا ممكن تغير اسمه كيفك أنت، ممكن تغير اسمه أو تبقي نفس الشيء عادي جدا. mynotify firebase هذا اسم التطبيق على سبيل المثال. أهم شيء عندك هذا الID، عدم تغيير هذا الID لن يعمل معك، فتأكد أنه أنت غيرت هذا الID. جميل جدا. هنا نرجع للفايربيز مرة أخرى. كل شيء هنا حاضر، كل شيء هنا تمام. نرجع للأسفل، نذهب للنوتيفيكيشن. ممكن بعث الرسائل عن طريق الفايربيز، وممكن العودة إلى البلجن. صاحب البلجن هنا، أنا صاحب البلجن معطينا مجموعة إرسال النوتيفيكيشن ليس باستخدام الفايربيز، وإنما بطريقة أخرى بأنه أنت تستطيع payload example. طبعا هنا دي يقول لك free testing server. ممكن تعمل تيست وعامل لك هنا تطبيق معين عن طريقة ممكن ترسل رسائل المن للأجهزة اللي قمت أنت بتنصيب برنامجك فيها. هنا نلاحظ أنه هو دي يشتغل بهذه الطريقة تمام. Params وإلى آخره، How it's work، وأنا أشرح لك بالتفصيل الممل. طيب خلينا نجي على هذا التطبيق اللي هو صانعة تمام. أتصور أيضا أنه هو يعطينا السورس كود. هذا السكريبت I think. لا ليس هو السكريبت، I think هو جافا سكريبت. هذا لو عملنا right click view page source، لاحظ اوكي هو جافا سكريبت لا اكثر لا اقل. لاحظ هنا هذا كله جافا سكريبت، بتلاحظ. فممكن تعمل هذا كوبي لانه لا يوجد شيء اخر. لاحظ هنا كلها CSS وجافا سكريبت. في الأسفل لاحظ لا يوجد PHP، يعني كلمة PHP أو ASP مثلا حتى نقول إنه والله هذا بيأخذ من سيرفر. عادي ممكن تعمل هذا كوبي أصلا وترفع لي موقعك. جميل جدا. طيب هنا احنا وصلنا للتست FCM. هنا جانا إيميل آخر، ليس وقتك الآن. يحتاج من عندنا اسم التطبيق. اسم التطبيق من أين أحصل أنا؟ لو أجيت على البروجكت سيتينج هنا أجي طبعا لا ننسى بعد ما احنا طيب انت خلصت كل شيء هنا تمام. احنا خلصنا كل شيء هنا، يعني المفروض من عندنا أنه نعمل
ايونيك كوردوفا ران اندرويد خليه يشتغل واحنا نكمل باقي الشغل. هنا نحتاج انه نذهب للتطبيق شو اسمه هذا com.mohammedisa.mynotify ناخذ كوبي من هذا نجي على هذا نعمل له بيست. يحتاج من عندنا ايضا الاي بي اي كي. الاي بي اي كي طبعا هذا يجب انه لا تعطيه لاي احد لاي مخلوق تمام، وحتى يجب عدم عرضها امام الناس تمام. بس انا بالنسبه لي راح هذا تجربه يعني انا راح امسح هذا الاي بي اي بعد هذه الدوره. فالمطلوب من عندنا انه السيرفر كي لو الحمد لله ما عملنا ديليت. لو جينا هنا عملنا مثلا كوبي وجينا هنا نلاحظ هنا يطلب من عندنا اي بي اي كي نكتبه بهذا الشكل. هنا عندنا تايتل مثلا ممكن تايتل يكون تايتل، المسج يكون بادي، اي شيء يكون في داخله انت حسب اللي تريده. جميل، يبقى علينا ننتظر انه التطبيق يعمل حتى نعمل اول تجربه ونشوف فعلا ده يشتغل. لو كتبنا التايتل محمد والبادي عيسى حتى نعرف الفرق. طبعا الداتا اللي يتم ارسالها يتم ارسالها على شكل جيسون، فاتصور هنا أنا راح يطلع لنا على شكل اوبجكتس. بس لكن احنا هنا بنعرض alert received in background alert received in foreground. خلينا نشوف الخطوات القادمة. المفروض انه ما هي المشكلة؟ لانه يقول الاندرويد، لاحظ هنا ظهر عندي مشكلة جوجل سيرفيسز دوت جيسون غير موجود في الكوردوفا بروجكت. احنا شاف انه انت قمت بتنصيب ال FCM. FCM راح يبحث عن شيء اسمه الجوجل سيرفيسز جيسون. انت لا تنسى انه احنا قمنا بتحميلها سابقا صح؟ اذا هذا احتاج اعمله كوبي. بعد ما اعملها كوبي اجي على الدايركتوري نفسه، يعني اذا هذا الاب عملت له فايند ان فولدر او عفوا عملت له رايت كليك اوبن كونتينينج فولدر عفوا، هذا مفروض انه يكون في الروت. بمعنى انه لو جيت على الماي نوتيفيكيشن هذا هو الروت، لازم هنا انا اعمل بيست. انتبه على المكان اللي تضعها، يجب ان يكون هنا في الروت. لما ارجع للتطبيق اغلق هذا، ارجع للتطبيق المفروض انه يكون هون مع اخوانه مع الكونفيج اكس ام ال مع هذا تمام. خلينا نرجع مره اخرى نعمل هنا كلير ونرجع مره اخرى نعمل له ايونيك كوردوفا رن اندرويد. خلونا نشوف. طبعا اتصور راح يعطي ايرور. ليش؟ لانه احنا ايضا لازم ننسخ او خلوها. لو نرجع للهوم ديسكتوب ايونيك ماي نوتيفيكيشن بلاتفورم اندرويد، المفروض هنا ايضا يكون نسخه. هو عمل النسخه لاحظ. اذا كان غير موجود المفروض هنا ايضا تضيفها، بس هو قام باضافتها. ممتاز، لاحظ الآن يعمل بدون أي مشاكل. لاحظ أيضا صار عندك ملف APK file APK ممكن أنه أنت تحمله في تطبيقك أو تعطيه لأصدقائك. لاحظ حتى الباكج نيم تم تغييره com.mohammedisa.mynotify. انتبه هذا يجب تغييرها، يعني انا اشدد اركز على موضوع الconfig.xml، يجب تغيير هذا الاي دي بنفس الاي دي اللي انت عملته وين في الفاير بيس، والا لن يعمل معك التطبيق. ممتاز، نرجع للموقع نفسه ومفروض كمله. لاحظ الآن أنا قمت بإضافة الاسم التطبيق والمفتاح السيرفر كي. انتبه هذا هو السيرفر كي تمام. نأخذها من مكان اللي هو فيها الكلاود مسجينج، يعني مراجعة بسيطة بروجكت سيتينج. من بروجكت سيتينج هو موجود على الجنرال، تجي انت تضغط على الكلاود مسجينج. في الكلاود مسجينج راح تلاحظ انه انت عندك السيرفر كي. لو جيت على التطبيق هذا وجيت هنا وضعتها وجيت كتبت التايتل هو محمد عيسى، البادي محمد عيسى، وبعدين جيت عملت send، لاحظ push notification sent successfully، تم ارسالها بنجاح. خلينا نرجع على التطبيق ونتأكد. لاحظ received in foreground،
لماذا؟ لأن التطبيق أصلا شغال Received in foreground. لو رجعت على التطبيق لاحظ هنا في الـ TS هذا يتم استلامها إذا كان التطبيق شغال foreground. إذا جينا عملنا هذا OK وجينا هنا مثلا على سبيل المثال غلقنا التطبيق، تمام؟ تم غلق التطبيق. خلونا نجي مرة أخرى نعمل Send. سمعتوا الصوت؟ هذا التابلت. لو رجعت هنا ألاحظ أنه خلي اختفي هذا، ألاحظ أنه هنا في الأعلى في شيء موجود اسمه تايتل محمد بادي عيسى. لو ضغطت عليها هنا أوكي راح يقوم بتشغيل التطبيق لي. فبالحالة احنا نجحنا بتشغيل التطبيق أو إرسال عن طريق الكلاود. لاحظ Receiving in background، هذا receiving in background يظهر فقط لما انت تيجي تعمل تاب، لما تيجي تعمل كليك. اوكي هنا ظهر عندنا ايرور، يمكن عندنا فد شيء هنا احنا عاملينه. So get token. So why is that؟ ليش ظهر عندنا ايرور؟ خلي اختفي هذا. تمام لاحظ هنا النوتيفيكيشن اللي نستلمه لما نعمل عليها كليك، لما نعمل كليك راح يظهر عندنا هذه، يعني هذه لما نعمل كليك على النوتيفيكيشن، هذه عندما لا نعمل اي كليك على النوتيفيكيشن. تمام فقط نستلم النوتيفيكيشن. خلونا نرسل مره اخرى. لاحظ تم استلام واحد اخر اللي هو محمد، التايتل هو محمد وتفاصيل اخرى. طبعا هو ايضا هنا المطور قام بوضع شيء آخر، إنه هنا الداتا اللي أنت بتستلمها ممكن إنه تعملها على شكل جيسون. لاحظ هنا أنا كاتب لك إنه أوكي that's it، إنه شغال عندنا. لاحظ هنا كاتب لك هو جيسون stringify، فممكن أنا استفاد من هذا إنه أحصل على الداتا اللي بيجي لي من النوتيفيكيشن. فخلونا نشوف الوقت، راح نوقف هنا نكمل وياكم درس القادم.